السلام عليكم. فيديو النهاردة هنشوف فيه ازاي نغير او نفك لوح بتاع التحكم في الازاز، لوحة الزراير او المفاتيح بتاعة الازاز في النيسان السنترا، سواء الامامية او الخلفية. بمنتهى البساطة اللوحة بتبقى راكبة كبس. ندخل التريم تولز كده، ادي اللوحة طلعت. بس بعد كده فاضل ان احنا نفك الفيش، الفيشة هنا راكبة بالكليبس ده. دوس على الكليبس اهو، والتانية الكليبس بتاعها بالعكس. هندوس على ده، ادي شكل اللوحة بعد ما فكينا. والتركيب طبعا عكس ما فكيت. بص هنا الفيشه مش هتركب غلط، يعني اهي دي العدله، هتلاقي الفيشه بتسلايد معاك اهو، مطرح التبيته بتاعه الفيشه، عشان الناس اللي بتخاف ان الفيشه تركب غلط، ودي عكسها اهي. وعشان تركب هتدوس، بس اتاكد ان هو اتحط في مكانه عدل، بعد كده تدوس عليه لحد ما تسمع الكليك دي. نيجي بقى على الباب اللي ورا، نفس الطريقة راكبة برضو كبس، وبالتريم تول هدي اتخلعت. هنا طبعا فيشة واحدة، لان هنا مفيش فانكشنز كتير او وظائف كتير تتعمل. ادي هنا هي مجرد فيشة واحدة، عشان هو زرار واحد بس. طبعا التركيب اهو، وتبات بنفس الطريقة. بعد كده خلاص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.